بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، ولله مسلمين تاي صوماليات نال البندقات ونيسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى أيام هاد إسكاله الله إن أبوري إن قد جي دتك عن ما أنت النهاي عفيمات كان هاي سنة إن سيي نرى أربع أن كنا النهاينا إن النوليي إن هاي سيي قر أي جرتي مران إن جو حبا هين وح أوضة يا عقلي أنا النهاين أنت ما أنت أن لين هاي إن لم إذا أما كير بقى أنا هاي سنين حنا صامرتي قر أن أورها يكو جرني مر أن أنا جا وحباء قبسين كرين وحنا أنا سين كرين وحنا أنا سوسة مين كرين كل إذا تصير ما أنت أن هاي أو كلا إن إلهي هلك يذاه أي إلهي نجو قوذي أو نجو أبوري مركا حبنه هني إجركني ونجو سمي في ظلمات ثلاثة مقديال سدحه كذب أي هلك إن جس وصاري إلهي سبحانه وتعالى إن جو أظنا في أي سورة ما شاء ركبك سورة إلهي سبحانه وتعالى إسجدوني مدو إساق الربي أي ربي سبحانه وتعالى إنه يالي أن إنتا كدب الله سيدا إنه قد لغي باوحو إنه قد لغي مركا كدب وحناك كلا دورتاي مركا نورو يكو جرني أما أوبا نوق ريبا أن رق يدومر مدك آنهانو الذي قلقكم من نفس واحدة الله نفك لي نغاق القي الذي قلقكم من نفس واحدة وغلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلهي جسدا نوسمي يي الرق يدمر متك إسقى أدواني مدل بو إنغامي دي أوكالي جي إلهي نمعوين كاس يقار فرا كقار كلو فرا بدن ومان تهدان لهنو وان حسابين اينا أن لسوكو بكرين أي الله سبحانه وتعالى نوغرتي هذا برنامج كينا نور إسلام مهد علينتا إلهي كدب وحن مان تها كقاه اللينا إن قيب كم إذا قيبها أو إنه أهيد حنسبوعي ذي كورة كهليني سدابا قويس كمسلم كالله حصلين كرا أمر كقويس كمسلم كأمجريه هنا ويو حصلي كران أيو دقي كران أيانو كهليني إن ما أنتو حنو كهليني إن شاء الله قف كسدو إسق كحصلي كرا ويو قف كمركو حصلو حصلت دا دجنان قف كمركو دجو أو قف حصلون النقطة وح إيمان إسا إن أنت إسق كحيرنا أي حاصلون هذان أو أي دقان أي هلان دقان شو أي هلان سبب أي أنه قريسا وأي قفك ولا إن مركا علاقاتك إذن كده حيا إن مركا وحي إذن كده حيا ما معاملة معاملك إذن كده حيا أد وضا معاملة إسان هان نقو تقف قري أد كوة دنوشيهين هان نقو تقف أي شقا إذن كده حيسو إن دقان شهاج إيا دقان شلاان تهذا سامين بيكو يالان إسا مثلا تصال أهان هو يدى قروه كنول حدايسان أهين هو يدى قن ومركا قبو يدى قران يسو وحي لو أبوري وحي أنو شهي إيا ماشي كسو عطو قف كبرا ركسان حداي أهين وحي نقونا يسا إن حسلوني دي قويس كأولومو وايو هو يدى يدى أيان حسلونين وان دى قنين دى قناشا هو يدى وحي سواب أنو قونا يسا قرقي إنو بدبادو وقرقي وبدبادو مثلا حتى هذه أضيق جرجة ويهاي أضي معركة واجبات كي لجربي وسنكسر بعينين هذه هواية ذا أي تاي هواية دجن رنتي وحن هواية آد وع العلين يا and وحد رامي كرتا مجا هواية ذا إيه حمبار سنتهاي برونتي ويا مجا آد وين مجا آد وين أي هواية حمبار سنتهاي ويا كلمة ده هواية أفسماليجا إنكسر هذيك أفسماليجا بديسين قاركينا een badan hooyo ana waxaan u fahmay inuu yahay hooy oo meeshii lagu soo hiirsanayay ama hiiranayay inay tahay oo hooyo oo gurigiyo dhan marka hooygii loogu magac daray een luqada carabiga waxay dhahan umma ummu ayay dhahan umma ayay dhahan hooyo ummadii ayaa loogu magac daray umma
ها أمتي ها إلهي نوح الله يعني إذا كأمورني أمة واحدة هل أمت يعني إذا كأمورني أي القرآن كحتى إلهي وكشيء أمتي يقدر نوح الله وسق عطيه هاي إنك استوى بني آدم كأسل كيسة وكيمد آدم عليه الصلاة والسلام هذا إلهي وهم قاعدين هاي أهمية يقدر نوح الله سي هاي وهاي ماشي إيرارك كفر عميين وهاي سلمدا حداد أفرصته مركا عن كهلا إنه وناجا يهوايا ذا أنت إنه لش بدلي كرتو أما جبرنا مسلمات ده جور جدا واحد وين إنه كبدلي كرتو عرورته ذا يزوج كده إنه واحد وين كبدلي كرتو مركا قريبًا كجودنا نحن جود بدونا and سدي مرحلة ده علوس إلس وجود بنا وجا جود بكرتها تصالحه وجود بدون دونا إن شاء الله تعالى يمحلها بون قفر هوايا والبقى مسلمات إن شاء الله تعالى أنا أوكو يمكن إن نجا علمي بدين نجا عقل بدين إلهي سبحانه وتعالى هو زيادة هادنا هو إس حسوسين رنتي هاي هذا حتى هاديس الجامعة صامرين قبرد النلاش إمرأيسه أي جامعة وقف لهم بهاي هذا مرك حقيقة الله إنك استوى علمي لو بها هاي أو قفك إنه علمي برتا وح برتا أو توحيد كبعدات أو فيرسته لجهر مريء فعلم فعلم أنه لا إله إلا الله أي لجهر مريء أو حدري ميسا إن لجهر مريء مرك علمي قفك دون تأه وهاي أه وآباء أه علمي مرة المهم لكن مرك لجها الله هاي هذا هاي هذا إن جامعات بيساس إلهي سبحانه وتعالى وجود الله جلي مثلاً أبو رست بن آدم مرك لجها الله يو مرحلة وصام مريء دن وحكوس مريء بقول كبا سجاشن هاي أكتيد وحكوس مريء تصالان سو جلتان كأورك مرك أورك لجود ياري إلهي ونوش أجي waxaan idinku abuurnay oo hooyo buulayahay halkaas oo aad ku jirteen mugdiyaala saddexa soo hooyada waxay ogtahay in aadamka isbeddelada ku dhacayo cunuga markuu nuxnuxsanay aabaha moogo urku ku jira aabaha waxba qibrad ka moogo xaaladaas ma fahmi kara aba ila hooyada ay dhahdo way tusaysaa kaale taabeelada halkan arag cunugii intu maray ah intu u boodi maanta cunugii yadi ba ciyaaray ha adiga cunugii maba arkin ayada laakiin dareen gaar ah jiray iyada cuniga isku xirayo markuu xadareemaysaa inay ku jirto marxalad adiga ka cilmi badan hooyada marxalad naga cilmi badan inay ku jirto oo marka anaga aran gaarin de anaga aran soo aabihi marka anaga la yar rag oo dhanba la hadlaya inay hooyadii ku jirto marka ha u noqoto marka iyada culays iyo cariiri iyo xogaa adeega ku noqoto oo marxalad adag ha noqoto laakiin hadana waa cilmi iyo barasho iyada u gaaro rabbi subxanahu wa ta'ala ugu talagalay waa haybad iyo nimco iyada ilaahay uu siiyay marka wax walba wanaagsan runtii culayskoodi adeegoodi leeyeen marka hooyada marka ilaahay subxanahu wa ta'ala umma ayu ku soo qaatay quraanka umma ayaa lagu sheegay waa hooyo marka ummadii oo dhan ayaa iyada marka magaci loo siiyay xadareemaysa wanaaga iyo weyninka hooyada la siiyay inay tahay arin aad u qiimo badan hooyada iyada ah marka haday noqoto hooyo marka waajibaadkii iyada gurigeeda iyo midda iyada la saaray garatay haday noqoto een waxa iimaaneysa in gurigi uu noqdo guri hagaaga oo dhisan laakiin waxay mushkilada iimaaneysa hooyadii markay noqoto hooyo ayada marka rabtay inay ilmihi hagaagaan odayga hagaago gurigi uu hagaago laakiin iyada aanan aad runtii isu eegin oo aanan aad isku mashquulin qofka muslimkaana waxa aad u wanaagsan inuu isaga aad isku mashquulo isaga aad naftiisa u eego intuusan dadka kale aadin oo u dadka kale ku bixin oo dadka kale usan ku tagin bal adiga aad iskaga warqab adiga iska warhay midalan tusaalahaan haddii rabto zawjkaaga inuu noqdo zawj wanaagsan oo adiga ka warhayo oo adiga ku xanaaneeyo adiga waxa kula gudboon tan adiga lagu saaray waa mas'uuliyadii adiga lagu dhiibay inaad ka soo baxdo oo aad adiga gudato mas'uuliyadii ka hooya ahaan adiga ku saarnayd midalan tusaalahaan cunigan adiga dhalay aabaha duusan cunigii iskuul geyntii iyo wixii oo dhan uusan ku fifirconayn adiga waxaa la rabaa adigoo odaygiina waaninaya tusaya dareensiinaya dhibka culayska ku haysto ma inaad cadowtinimo ama cadowtooya degdeg ah inaad qaado oo aad qofkii kula noolaa aad kula makrintato makri aad meesha keento aad xasidnimo aad la muujiso ameeshii cadowtooyo cunigii idinka dhexeeyey ama noloshii idinka dhexeysay qofkii guriga kugula noolaa aad ugu muujiso adoo marka ujeedada uu yahay muu sameeyo muu sidaa yeelo waxaad adiga qabatan marka ay kula weynaadaan qofka haddu wuxuu asaga qabto oo la weynaado adiga aad isku bagtid aad isu moodid ninkana aad adiga ka shaqo badan tahay ka hool badan tahay ka caqli badan tahay ka karti badan tahay maya sidaa maha ilaahay wuxuu leeyahay falaa tuzaku anfusakum inaad adiga horta weligaaba qof cilmi badan qof caqli badan qof dadka ka
ككرتي بدن قف كلنا ولا هذا مجتمع أنت سكر هذا إن سكو فهم إسلام كونوا قدي رنتي دين إسلام كوا دين عجيبة وحول بو النجا رنتي دنا وجرتو كتاب كان فرقان كأ إلهي سبحانه وتعالى ونوى إفتيمي أو ومارته ونوى موجي مرك إن قفك كلنا ولا أديك سكو فهمتيد ووحيابها ودم هذا قربي مرك اللي يمد خيب كم يدأ ما هنا هو يو إنك مارت عن أدا صار يو أو ويجي أوري ويجي كوري إنتي إنتي مقلسي حكى ليني أبياش السيجوريها وضيع أنا مارتي يسلا مدي مسؤولية دين لجرها بينان قبل مارك أنت أصلا شيء جيو هواية عن سوق قادني أبا عن سوق قادني ما هنا أنا جا هواية يا أبا يودت كورني عن رنتي إنتي نبضن أميدين كورن وإنك أغلى اللي تاني ذكر علم يراهاي لكن ووح عليك قد أكتر وحنا كشة كانيو أن أنا فهم سنة فهم كجود أيام مارك إسحسوسيننا وأنت أصلا نون قطع روق أهوردد وكعنو إلهي إنو حن كبرينا إنو قولك وناكسن نقصوه ومركع ماشى وناكسن إسقى نقو أهدي إلهي إسقى قرنيو والله يهدي ما يشاء إلهي قفكو إسقى دونا إسقى هذينيو ومركع هداية ده إلهي بإسكالي يتوفيق ده مركع الله نوافج مركع نوجه ده وحال ربا إن قبر ده مسلمات ده أيسن إيادة برارو جيدا نقولين أوكاليا إلا ذاها قفكي إنو كمشقول شو مثلا عونيك سكول مجيو سيدا صريح أنا قورها ركعو وحاصل نوحا كاقا ونكسن إنا تهوشان قبطو أذو كفا كريو مقعو إلهي كسي أو أمة هدا ربطو قرو جاق إنو هقاقو وضي جاقو هقاقو إلمها هقاقان أذيقا وحاد كفا كرتا نوالوغو أبوري إلهي محوكو أبور مركوري أذيقا حسابي adiga naftaada xisaabi salafkii umada iyo saxaabada dad u fiirsato oo aad aad uga fakarto noloshoodu waxay ku hagaagtay oo noloshoodi Ilaahay subxana wa taala ku hagaajiyay wax kala ma ahan waxay tahay iyaga runtii aad isu xisaabinay aad bay naftoodi uga walwalayeen kadib bay mujtamaa intiisa kale u gudbayeen han noqoto qof la nool Ilaahay xitaa markaad eegto markuu ka hadlay cadaabka in la iska gado quu anfusakum bulay naftiini baa laga bilaabaya كدبا أهلكي لو حجنيا قف كرت مركوري نفت قفك نفتيسا أي مهم قفك إنه نفتيسا صوغو أديك واجب كي جورجن أديك كسرنا كعاشا أهان كأمنا أهان كدق أهان كأمهي بلايو أديك بالواجب كأجولال جذو أضيجن إيو أبيه سئي أرميه سئي والله إيمان دونا وإذا إيمان يسوع مرك أديك قف ونعكسن نقط ونعج مركو حكبي لابنيا حرير كأديك إلهي دين كدحيي حريرك أديك إلهي إذن كده حي مركا أديك أويسد وحدا عيسى مركا إن أديك نلاش عريري أي كون نقطة نلاش عريري قال جاكر ديجيو حريرك إلهي أتجونس وحكم إذا صلادي أو أذن سيد إلهي كوجت على جل هذا الدكانين أو أعد يعذو حرانت يحلاش أو أذن كلا جرانين حرانت يحلاش أو واحد أركت أد أنتو كلمة دربتين أتجو هذا الشيء مركا ربط حنكي اذن اسكا الالين ظلمي اسكا الالين بانتا اذن اسكا الالين سيدا ربط ادو هذا شو الهي وحقو الهي كوغولها مركا الوذو مركا اذيقر وحادا عيسا ان قرقاقي اد الوذو الو شاها قرقاقا وحي نقونا اسا قيب كميدة امتحان كالوغو قليي محادا اي الهي ذكر جيسا كجيستي الهي ذكر جيس مركا كجيستو إلهي بعد دجال لقى شيء دجال كان ربي كأبرتاء لقى شيء ما حاجة أضيق أبو كاجة إيمان ما حنون إرميه لقى جاء امتحانه كاجة إيمان يا ما أضيق أضيق يا أضيق دبعته إذا كلا قبصتي ما جورج مشكلة عند مانين أو قبصتي ما دا ما امتحان كلا يا ما حولها هاي ما هنتي هذه ما أضيق ولا جوفري ما حنون أضيق لو دبرت لقي نوشا إلهي بالقرآن كنوشا يقول وحول ليا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا آيات رنتي وآيات عجيبة ونحشره يوم القيامة أعمى وآيات رنتي آد معجزة وحان دريميسا رنتي ددنك آيات ددن وين بحمبارسنتهاي معاني وين بحمبارسنتهاي إريري اللي بعتقف كوحة وقفلن إلهي ذكر يسوك جزت مركب جبر والبوم مسلمات هواية والبوم مسلمات وحافي عن إني نفتي ذا آد وقفكرتو أو يدا إسحاق جسوا أو أديك إسكفكرتو المية آد كفكرتو نبي صلى الله عليه وسلم صحابتي بأويمن مركب سيكوي رهذين يا رسول الله إن ضد أديك كان لي تلو سجودا مح أديك محن كوج سجودي وين نبي كوي رهذين رسولك صلى الله عليه وسلم مركب رسولك صلى الله عليه وسلم حكوي رمي وده عد لو سجوده أو أن إلهي جو واحد كاهين مجرو يري لو بسير نبي صلى الله عليه وسلم عليه هدي جير لهيد عد سجود للهي قبل على ديه لا إني زوج كذا سجوده
إلهي بان كوغو داري إيج ماشا لا غارسيي إن غبدا نينكيدا أي أديعدو أو أي كدنبيسو معنيهدو غبدا وخي لا سو بوديا ماركساس لو نيمانكا هادا ما نيمانكاس آه با أدي نيمانكا هادا يا ددكا ما خا كودبا ديغي وخا فرها اسكا قاد وخا اسكا إيلو أديغا قوف أهان مسؤوليات با كوسارن ولاشيدا مسلمادا أهي غورغاغا إلالي والله أدويانا قيمة إلهداهي مالان وا لاغا تيا سو مربت عوني باري آه عنق صالح آه إنو غورغادا كاسوبخو cunug wanaagsan inuu gurigaa ka soo baxo zawjkaad ilaahay ku wanaajiyo adiga ilaahay ku wanaajiyo ninka hadda ciladiisa aad arkayso waa ninki shalay aad sheekaysan jirteen waa ninki shalay quruxdo badnaa waa ninki shalay aad u xiisan jirtee waa ninki shalay gacanta furnaa maanta goor mu gacan adkaade maanta goor mu gacan adkaade aa wuu fool xumaadmiya maanta ma fool xumaanin duruufta adiga sida adiga u noqday si lamida adiga noqotaa adiga xataa wax badan ma iska ka bedelay soo ninkan markii inaad gurigiisa ilmihiisa noloshiisa ciriiri aad ka geliso حتى هذه إلهي ما كان أي دعوة حتى إن لك لا تجو ما أنك رجعها عن جيس إن لجو علب جيو إن رنتي هيو إنك وحن حسطة إلهي خير نسيء هيو البو إداونة هيو هيو كده بيسه ويك عجيب سنتا ومض ومض كده بيسنا ويك عجيب سنتا حرام إنا إني رخصوا قاتو ومضى إسبدل الله كده عدعه وحاجر صحابي أنا وأد وضت قانان ليه هذا براء ابن إين أنس ابن مالك أنس ابن مالك والنبي قويم الصلوات ربي والسلام عليه سقط توان سنة جرو ayo nabiga hooyadiis u keentay markuu nabiga codsaday in loo keeno wiil reer Madiina ah oo nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam calay nabiga Zaacida in loo keeno nabiga codsaday markaas waxa loo keenay Anas bin Malik ruwayda qaarna waxay dhahan Anas hooyadiis waxay u keentay nabiga sallallahu alayhi wa sallam si Anas maart nabiga agtiisa ugu koro markaas ay tiriyaa Rasuulullah Anas ha kula joogo agtaada ha ku soo barbaaro agtaada ha ku soo koro aad bay u jeclayd xuluqa nabiga inuu wiilkeeda ku koro wanaag bay la jeclayd hooyada qiimaha badan ويل كده قاد جوف كريسي. صحابي كان قيمها بدن أسدن نقضي إلى أسدن ونبي أكتيز قصو كري. لبعدين سنة مركو جرا أي نبي جيريودي. مركو نبي قصو أكري. طبعا سنة نبي لا جوجي. طبعا كسنة نبي لا جوجي نبي أمام بوكشري. ولي عنت نبي الله كان عنت ولي ما إبسانين نبي ما إبسانين ولي نبي كلمة عن إبسانين ما ديجنو يري أنس بن مالك. رضي الله عنه. مركو حن كودا أنس بن مالك. عمري دار بو إلهي سي سدح ذا خويدا إيك جعلك إويل كذ أهسه كمي أكانين أكلي أه أنا أنس بن مالك أكنت النبي صلى الله عليه وسلم عليه قل قيسة والنبي كسر أكره بل وحي هذا النبي كعصت أنت أتمد بيسو برا وحي كعصت يكتري يا رسول الله ويل كان يجود عي رسولك إله يو ويل كان أنس لي هذا يجود عي مركزه أنس أدعى النبي صلى الله عليه وسلم سدح الرماد بو أجود عي وامدك هذا عمري إلهي إنه سيو مالي عمري إنه إلهي فقرك إلى اليوم وامد لبعضه ربي سبحانه وتعالى إنه ما عرقتي إن جنة أبل قد كيساسيو بو أنس بن مالك نبي أقبر يي نبي إنت أسو مارتي أقبر يي نبي صلوات ربي عمري يا مال يا جنة أيو نبي أنس بن مالك إلهي أقبر يي أنس سوى كهذا يحيري سدح ديبا إلهي إنه إيه أقبل رجانيا oo laba adduyadan ku arku yiri laba kamida labadoo nabiga ugu ducayay buu yiri rasuulka salaatu rabbi wasalaamu alayh adduyadan ku arku yiri laba nabiga ugu ducayay waa mid Anas bin Malik umri dheer buu ilaahay siiyay markuu nabiga dhintay kadib 82 sano ayuu noolaa geerida nabi maxamed kadib bal eeg markuu nabiga dhimanay inuu xujiray umrigiisa 20 sano ayuu ahaa Anas bin Malik radiyallahu anhu sahabiyin qiimaha badan ee xadiis badan nabiga ka soo wariyay marka waxa dhacday Anas bin Malik wuxuu ku soo gaaray umrigiisa Ilaahay gaarsiyay aan Muawiya saxaabiga caanka ah taqaanaan ay isku dhaceen Cali ibn Abi Talib aan Hasan markii dambe ay kala badbaadeen Hasan Cali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ay markii dambe isqabsadeen aan waati uu ma aragtay Abdullah ibn Abbas oo ma aragtay ibn Abbas aan ilaahay oo heshiisinayay 4000 oo watay iyo 6000 oo Muawiya watay say u kala badbaadaan marka waan soo gaabinaya anagoo marka tii ka duuleyno Muawiya ku soo gaaray Anas bin Malik haddana wuxuu ku soo gaaray Ilaahay subhanahu wa ta'ala bal eeg mucjisadan Muawiya ku soo gaaray wuxuu kale ku soo gaaray Abdul Malik bin Marwan ku soo gaaray waliba wuxuu ku soo gaaray sidoo kale wiilkii Muawiya wiilkiisa ku soo gaaray wuxuu ku soo gaaray Abdul Malik ibn Marwan ولينا هذا هو كسر جاري نكي صحابة بدن دبي أمد بدن بابي أعتقانان الأورنجري حجاج بن يوسف أساقفي بكسر جاري مركا ساحل يجي حجاج قصدي مركا وحنوس قاطع قيبتن تصالحن نورشين صحابيجا إسبدل هذا بني آدم ككل عاد تصالحن نوس قاطع كم تاي قد ضد كقدم ما ينحرض سيء أتكانس إسبدل هذا عيان
آد عقلي علمي يدأب إلهي سبحانه وتعالى سيئي إن أنس بن مالك ولو يمد دتك حلي قال نولا باو حيوي مادين إن نكلا يرادو إن أنس بن مالك أو نقضي صحابي قدام بي أكل إنتو بصرة عراق صحابي قدام بي أكل إنتو أها ويوي مادين وحيكو يرادين إن نكلا يرادو حجاج بن يوسف نقاق بيكو يرادين إن أنس بن مالك نقاق بو أن لا هذا oo u sheeg inuu naga daayo dibkan haduu ka diidana habaar bay yiraahdeen oo adiga anaga humno isagana waa daalim anaga adigana madluum ba tahay oo way ku dulmeen ilaahay subxana wa taala ducadaadi uu ku aqbalaya ee naga qabo labada arin haduu ka yeelo waa khayr oo aad tiraahdo jooji haduu ka diidana habaar oo ilaahay subxana wa taala habaarkaad uu aqbalaya waayo adiga waxa tahay madluum isagana waa daalim oo waa dulmi ayuu sameynaya markaasoo hadal cajiib ku hadlay wuxuu yiri iska daayo yiri waxa soo socota umad idin ka dhibanaan doonto oo deewaad aragtay dadkii yimid dad dhiban baa yimid ilaa abaasiinta ay yimaadeen xitaa dadkii dhinta xitaa qabuuraha ay ka soo bixiyaan meedki xitaa qabuuraha ay ka soo bixiyaan rafaadiyan hadda wadankeena da u fiirsato umad dadba dad ka dambeey maamul wax qabsada mid qabsada wax umbaa dhib umbaa arkaysa mid ka daran war kuwan kuwii horaa dhaamay kuwan wax wax ka yaabi un baad arkaysa wax qariiban ayaad arkaysa marka ma dhahayo dadka aad jiro dhawayda qariibayeen laakiin waxaan uga jeedaa culays culayska ka dambeeyo way ka sii adag tahay oo marxaladihi way is sii bedbedelayaan oo waxba adkaanayo marka waxaan uga jeedaa in lagu sabro adeegan iyo waqtigan adag ee lagu jiro qoysaskii inay ku sabraan hooyadana isu aragtay inay tahay umma oo ummadii oo dhan mas'uuliyadeed inay wadato haduu ilaahay gartay ninkan umaarta waxaad uga tagtay ay noqoto macsi ilmahan walaal bal adiga ilmahan ilaali insha Allah ilaahay dartiina oo ilaali ilmahan wiil walba wanaagsan hooyaa soo saartay ha ninkan aanka ay taqaanan xadiis saxiixa aruuriyay ee ma aragtay Bukhari waxa soo saartay hooyaa soo saartay Imaam Shafi'i hooyaa soo saartay nin walba wanaagsan hooyaa soo saartay wiil wanaagsan baad soo saari kartaa laakiin marka hore adiga isoo soo saar noqo qof ilaahay diinkiisa barto ku dhaqma asturano gurigeeda ku ag maala yacniga iyo dhanniga iyo waxyaabaha aan danta ku jirin ka go'do oo sugan si ilaahay subxana wa taala ku sugo si marka dadkii oo dhan walaal ay u noqdaan mujtamaaci uu noqdo mujtamaac sugan laba arin runtii aad bay muhiim u yihiin oo qofka loo baahan yahay hooyo walba iyo gabar walba muslimada inay ku baraarugto laba arrin oo aad u qiimo badan waa mid koowaad oo gabadha inay runtii salaadeeda iyo dhikriga Ilaahay aad ugu dhaganaato oo la kacabsiga ay aad runtii ugu dhaganaato waa in nolosha waxaad kala tagaysid malaan waxaad kala tagaysaa kibirkan iyo xooggan iyo quruxdan iyo waxaan aadmeeyaa irmahan iyo noloshaani waxaan la wad ka tagaysaa aakhirad la aakhirad ka aadaysaa waxaad galaysaa qabrigii oo kaliya ah marka qaraabi iyo walaal aan lahayn salaadaadii iyo gurigaaga iyo noloshaadii iyo sidoo Ilaahay ku amray in ku eko waa mid labaade walaal xaq lagu guleeyaa adiga taas ku baraarigsano iska da umada kale iska da qofka kale adoo wax u sheegayo adiga marka hororta naftaada u dig intaadan qofka kale u gudbin aadan u gudbin waxaad arkaysaa rag badan oo runtii wanaagsan oo ciriiri nool ciriiri dhib badan inuu ku nool yihiin aad dareemayso qofka nolosha waxa laga yaabaa ninkii firfircoonaa ninkii ilmaha ka dhalay oo nin firfircoonaa ah in adiga maskaxdiisa disable ku sameeyso oo noloshiisi ay aad dhibaato u geysato oo qofkii niyadii uu ka jabo marka in wax xusuusin insha Allah ta'ala aan hooyo walbo iyo qof walbo muslimaan xusuusinayo ayadoo marka la wada ogyahay culayska iyo mas'uuliyadaha weyn ee hooyooyinka u hayaan iyo gurigooda u hayaan laakiin waliga wax adiga aad qabanayso haddaad adduunyo u qabanayso wax weyn bay kula noqonayaan waxaad qabanaysaan haddii wax weyn kula noqdaan aakhirka qasaare ku dambeynayaan laakiin ha kula noqdaan waxaad Ilaahay ku raali gelinayso korinta ilmahaaga Ilaahay baad ugu dhawaanaysaa qancinta sawjkaad Ilaahay baad ugu dhawaanaysaa gurigan aad ku sugan tahay iyo waxaan adduunyadan iyo qaladkan iyo fidnadan ka dhumanaysana inaad uga dhumanayso Ilaahay dirti aad u sameynayso si qiyaamaha adigoo gabar saalixada oo cafiifada oo muxsinada oo taqiyada Rabbigii ku abuurtay aad ula tagtid marka dhowrsoono muhiimadda waxay tahay in la dhowrsoonaado insha Allah ta'ala haday jirto qof su'aal qabo ama wax qabo insha Allah ta'ala qadkan furayna la dhowr telefoon qofka ugu horeeya ayaan arkayna insha Allah salaamu alaykum raxmatullah مصطفى ها والله عليك السلام مصطفى انا الله ودمر عيان لو دمر انا بقى وربنا تمني تلفيشك اسكا غابي والله وربنا تلفيشك
هاي والفاتحة والله ما وصل مرينا ولا إحنا قبل قاعد ولا وين 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 مرقة ما هي سفيه إن شاء الله ولا أنا إلان إلهي حكى قصة ودرسنا نوسة دعين من غير نوسة بيو هذا تا إن شاء الله هذا كتبرو عاد إني أمي ليها بالي يا تبرو عاد ما هو برنامج كي نور الإسلام إن شاء الله تعالى هذا بقول بقول إيه كنت كنت أنا سجاهد يا مار إن شاء الله برنامج إن شاء الله رجوت على قلين قيسس كا أن مارتبل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم قف كان قد كحم بالجي يا ضاح مارك أساس أفهم إن شاء الله الله يدر حفيده إلهينا رنتي قريها إنه هجاجيو أنا جانا هجاجيو السلام عليكم قف كانوا كجو أي قد كأحد ملا دت كأدو سوقلين قد يحيان وجود بينا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا التلفزيون كسك جابي ما جا عاجا. ولا مدعي السعودية لدها. هاي السعودية. سود أفريقيا هاي السعودية سودو. ولا والله لو سأل حنقة بقى المحاج لو يل أو يرير أن بلي أن أبوه إيه ومن على شقوه ومن هالسنة أجر أنكو كلا تجني أنتي لا أنا جا أنا الماس جانت كو هاي oo san wax oo ma taqaana ila duku sun goli ay oo duku ogi hay oo sinjirin ilmaas waajib ma igu tahay in aan ka dirtiyo ee fidrada ina fidrada ka baxsa ayo walaal insha Allah an ilaahi subhanahu wa ta'ala ilaahi subhanahu wa ta'ala hooyadan qeyr Allah siyo qad ka xigan u gudbeena insha Allah an salaamu alaykum wa rahmatullah salaamu alaykum ها قف كان قد كايسنا كحن ان لبدا قدو او غدنبسان فيرينا ان شاء الله ان السلام عليكم ورحمه الله لبدا قدو والله المي مقشا السلام عليكم وعليك السلام ورحمه الله والله حكويتينا يا الماء اغون حوله اي ليهن هويه لعاد ما كفد قيسن كفتا هاي والله ان شاء الله جزاك الله خير لعاكتنا مال يا ابو هذا مال هو وح يدا لوسو ديو لكن ilma inay ku biilato loo soo dhiibo hadii isku gaarto xirtir waxaan rabaa in aan masajid aan wax kaga darsado marka waxaan rabaa culumada in la weydiyo insha Allah haye walaal ma sanda salaam aleikum alayhi salaam wa rahmatullahi wa barakatuh aan hooyada khair Allah siyo aan labada qado ugu dambeeyaan fiirinaa insha Allah qadku ugu dambeeyo aan assalamu alaykum rahmatullah aan waya qofkii ugu dambeeyay ee nasiibku u yeeshaan fiirinaa إن قلبت نور الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله التلفزيون كيف قابي هيا سودو أوكي يا قبل ما فهمي قد كاكحون إيادنا وايا برنامشكي نور الإسلام وان قلبت كسو قادنيني إن هو يدا مسلمة دا أي مسؤولية دا كبرا ركتو انت أسان كسو قبل قبيننا لكن وحا جري لبا هو يو أمارتي إن لو دعاية عطسد إيوغو دعاية سنين دعاية ستانا انكر جينينا نغرنا نوود دعاينا إلهي وحن ذيكا قبرينا والوالكا إنو ذيكا قاد إذنك يقفل بقو مسلمة والوالسن كربدا يولولك الله كدول قادو عافيماد ينولو ونايسن الله كنو لايو قفك مركو الولاني إلهي سبحانه وتعالى هون نقضو وإلهي سبحانه وتعالى ذنب دافا ويدستو استغفارتها بديو لبرك على الدكو إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى ولولك كدول قادو قفك استو مسلمين ما كدول قادو سعدية وصوت أفريكا نقصوا وعدي إن المها أبهد في ترادة المها إن في ترادة أرتوح حق ولا أبيه دلي إنه كبحيو هدي لكن أديك أكبح سنة وخير إن شاء الله وتكبح إنك رتاع وحبينا تكوف من كوما خير سما بقى هم بواح إسكير لكن إسكير مسؤولية ده صارن تها الميس إنه بيشتاق كرصدو في ترى وكبح يو أديك هذا كبح سنة وخير وناق وناق أمبات كاجة زيادة يو وناق وناق أمبات كاجة زيادة يو أو واحد يبعتاء إلا ده مرة لكن كمسؤولية أهان نينك رجع باء إسكير صارن تها المهو دي بيل الميس بيل كيو وح صدقني في ترى إنه كسب يو أديك هواي أهان وحي وح وين ما بقى هم قرش بدل ما أنا داد أودي كبح إن شاء الله تعالى المهاجة وناقم بكاجة زيادة هو يدان المها أقانت يستنى سؤالشان حنجعله إن علماء مركا قلوا يوجد بس إن شاء الله تعالى بحفظوا سؤال ساسكو سابسا إن شاء الله الله يدين بركة يو ولكن مصطفى يوسف علي أو يدين كجت جيو ما أنت برامشك النور الإسلام السلام عليكم ورحمة الله برامشك عدوا رافنوا حيكلا صعد كرتها يوتيوب سومالي شانل إن شاء الله تعالى
وحن كجت جيا إلهي سبحانه وتعالى خير بدن يأمن جيسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.